السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو كيف وعدتكم من بعد ما شرحت لكم لو شيما ناغاتيف وكل ايطاب اش كيكون فيها وشنو هما الاحداث اللي داخلين في كل ايطاب ديال الغومون اوتوبيوغرافيك لابوطا ميرفيد احمد الصفريوي. بزاف منكم قالوا لي علاش بغينا لو شيما ناغاتيف، كيفاش كيتحط السؤال ديال لو شيما ناغاتيف، كيفاش خصنا نجاوبوا على السؤال ديال لو شيما ناغاتيف. في هذا الفيديو غنجاوب على التساؤل ديالكم. اول حاجه قبل ما نعطيكم النوع ديال السؤال اللي كيتعلق بلو شيما ناغاتيف غادي نعاود نذكر بها وبالمراحل ديالها. كيف قلنا ان لو شيما ناغاتيف كتكون من خمسه ديال لي زيتاب. اول مرحله هي لا سيتياسيون انيسيال، وضعيه البدايه، ليليمون بيرتورباتور، المشكله والعقده، لي بيريبيسي، المخلفات ديال هذه المشكله، لو دينومون اولا ليليمون دو ريزولوسيون، يعني لقينا حل لهذه المشكله هذه. وخامسا هي لا سيتياسيون فينال، وضعيه النهايه. غادي نوريكم كيفاش كيكون السؤال. هذا هو النوع ديال السؤال اللي كيتحط واللي معلق بلو شيما ناغاتيف. كيكون بادي السؤال بهذه الطريقه: اكيل ايتاب دو شيما ناغاتيف، هادو لي ماركيه بالصفر هي البدايه ديال السؤال، كوريسبون لو روتور دو سيدي عبد السلام. مثلا غايقول لك في اين مرحله من لو شيما ناغاتيف يمكن لينا نصنفوا الرجوع ديال المعلم عبد السلام. يعني هذه هي المراحل ديال لو شيما ناغاتيف، يعني فين يمكن لينا نحطوا العوده ديال المعلم عبد السلام. واش في لا سيتياسيون انيسيال ولا ليليمون بيرتورباتور ولا لي بيريبيسي ولا لو دينومو؟ الى مرحله حنا عارفين ان المعلم عبد السلام مادام رجع الا ولقينا حل المشكله اللي كانت واقعه لينا في جوج، يعني المرحله الرابعه هو الجواب ديال السؤال. ما غاديش نكتب ربعه، غادي نكتب السميه، غادي ندير لو دينومو ولا ندير ليليمون دو ريزوليسيون، يعني المرحلة اللي كينتمي ليها هاد الحدث اللي عطوني في لو شيما ناغاتيف داخل ليا في لو دينومو ولا ليليمون دو ريزوليسيون.